قال رحمه الله: مما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه داعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف ومما نطق به القرآن والسحرية نقل صفات النفس. ذكر المؤلف أن من صفات الله النفس، ويثبت الله نفسا وجعلها من الصفات. وهذا قول لبعض العلماء، فقالوا إن من صفات النفس. ومنهم من قال إن النفس هي الذات المجرد عن الصفات، وكل من القولين ليس بصحيح. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالنفس الله، المراد بالنفس الله نفسه لله المتصفه بالصفات، المراد بالنفس الله يعني ذاته سبحانه المتصفه بالصفات، ليس المراد بها ذاتا مجردها عن الصفات، وليس المراد بالنفس صفه للذات، بل المراد بالنفس الله نفسه الله، يعني المراد بنفس الله التي هي ذاته المتصفه بالصفات، ليس المراد بالنفس ذاتا مجرد عن الصفات كما قاله بعضهم، وليس المراد وليست النفس صفه للذات، بل النفس هي الذات، نفس الله النفس هي الله ذات اي ذات المتصفه بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حقق ذلك اهل العلم من حقيقه الشيخ ابن تيميه رحمه الله وغيره من المحققين. واما القول بان الصفات من النفس ولا نظر الى حرام الغير هذا قول لبعض اهل العلم، وهو كان الدارمي ايضا في رده على بشر الليث يدير الى هذا القول وان الصفه، لكن الصواب ان النفس هي الذات المتصفه بالصفات. ولهذا قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله في مجموعة التساؤل في صفحة الإستاذ أو صفحة 292 قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح انه قال لام المؤمنين: لقد قلت بعدك باربع لقد قلت بعدك باربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله بدادة جنابه. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه النصوص التي انظر تعليق الشيخ رحمه الله قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء، فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته
فهذا الواضع المراد فيها بلفظ الهبس عنده العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة على الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. ما هو القولان؟ الذي يقول أن النفس صفة للذات خطأ، والذي يقول أن النفس هي الذات المجردة عن الصفات خطأ. والصواب عن النفس هي الله، وهي نفسه، وهي نفسه التي هي ذاته قد قصره بصفاته. النفس هي الله، هي ذات الله المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب عند العالم الحقيقون، خلافا لما ذهب إلى المؤلف هنا من أن النفس هي الصفة. النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات. والصفات كلها صفة الإيمان، صفات العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض والكراهة والسخط، كلها صفات للنفس. النفس نفس الله موصوفة بالغضب والرضا والسخط والفرح والعجب. هي نفس الله، هي الله، هي ذاته الموصوفة بالصفات، ليست ذاتا مجردا عن الصفات، وليست النفس ليست النفس ذاتا مجردا عن الصفات، وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات، هي ذات الله الموصوفة بالصفات. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على بحث في النفس. يقول المؤلف رحمه الله: وما نطق به القرآن وصف به النقل من الصفات النفس. وقلنا البارحة إن الليلة الماضية إن جمهور العلماء على أن النفس هي الله سبحانه، هي ذاته المتصفة بالصفات، وأن من قال إنها صفة أو قال إنها الذات مجردة فقد غلب، كما بين ذلك العلم في السبتينية قال رحمه الله. فتكون النفس هي الله، ذات الله المتصلة بالصفات. والمؤلف هنا مدى على أنها صفة من الصفات، وهو قول. هناك قول آخر هي الذات مجردة، وهذا أيضا وهذا لا شك أنه باطل. فهما قولان خلاف الصواب. الصواب ان النفس هي الله، هي ذاته المتصفه بالصفات. استدل المؤلف رحمه الله على ان لله نفسا في الكتاب والسنه. اما الكتاب فقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. قال الله عز وجل عن عيسى انه قال: رب تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. فاعطفه الله على قول تعلم ما في نفسي، فاتت لله نفسه. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه وفي الاويه، فاثبت لنفسه نفسه. وقال عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. واستدل من السنه في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن ماجه وأحمد المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل وحيث تبكي أضافه الرب أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب عز وجل. قول من كلام الله أنه قال: يقول الله، يقول الله عز وجل، قول من كلام الله لفظاً ومعنى، كالقرآن في القدس كلام الله لفظاً ومعنى. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شكرا اقتربت إليه ذراعا، وإذا اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا حديث ابن قدسي والشيخان وغيرهما ومن سلام الله عز وجل يريد إثباتنا لله نفسه في قوله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهذا هو الشاهد من الحديث. وقوله وأنا معه حين يذكر لي صفة معية لله، صفة أخرى أيضا صفة النفس لله صفة معية، وهذه معية خاصة لأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أن هي معية الله بين الخلق، ومعه الله تعالى مع فضله في حظه واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم له من فوق عرشه وسمعه لكلامه، هذه معية عامة ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي بسيح المحاسبة والمجزاء والتخويف في قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو ثالثه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي مكان ثم ينبئهم بما عملوا الرقيع، تأتي بسيح المحاسبة والمجزاء. وقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال إسماعيل يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم، هذه معية عامة وتكون للمؤمن والكافر عامة، معية عامة تكون للمؤمن والكافر ومقتضاها على الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحافظ ومجازات التخفيف. أما المعية الخاصة هي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمنين، معية سبحانه مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين، وتكون للمتقين إن الله مع المتقين مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع المتقين ومع المحسنين، وتكون مع الذاكرين في رفيع الحديث، تكون مع الذاكرين وأنا مع حين يذكرون، هذه معية خاصة بالذاكرين وهي خاصة بالمؤمن ومقتضاها النصر والتأييد والحب والكلاء، وتأتي في سياق المشي والثناء. وفي قوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا لما كان للمسلم في الغار هو وأبو بكر يوم الهجرة، أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لا أبصرنا، فقال النبي صلى الله لا تحسن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، هذه معية خاصة. وفي قوله سبحانه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، فلا تخاف انني معكم اسمع وارى. فلما دخل معهم فرعون في الخطاب جاءت المعيه العام انا معكم مستمعون، انا معكم مستمعون. لما دخل فرعون معهم في الخطاب جاءت المعيه العام انا معكم مستمعون، ولما انفرد موسى وهارون انفرد المعيه الخاصه انني معكم اسمع وارى، هذه المعيه الخاصه وهو معهم مع المتقين ومع المسلمين ومع الصابرين ومع الناس كلهم بعلمه وإحسانه، ومع المستقيم ومع الصابرين بعونه وربه وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومع الناس كلهم باطلاعه وإحاطته وهو في العرش. لا منافاة بين المعية وبين التوقيت، لا منافاة بين، لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج، المعية في لغة العرب مطلق المصاحبة. أما أهل البدع الجهمية وغيرهم فإنه ضاق الصدور وضاق ذرعا في الجنب بين النصوص،
وضرب النصوص شعرها ببعض نعوذ بالله، فأبطل النصوص الفوقية والبعية التي تزيد النصوص الفوقية والعلو التي تزيد على 3000 دليل في نصوص البعية، وقالوا أن البعية تزيد الاختلاط والامتزاج وأن الله مع الخلق مختلط بهم، وأنت النصوص الفوقية والبعية والعلو، هذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيلهم واتباعهم للهوى. فالحديث فيه صفة معية خاصة وهي معية مع الذاكرين، وأنا ما أحب أن يذكرون، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وقوله في آخر الحديث وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإذا اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإذا كان يمشي يحدث هرولة وبيعه يعين تقرب، وإن تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا في إثبات القرب لله، في إثبات القرب لله. والحديث في إثبات المعية وفي إثبات القرب وفي إثبات النفس، والقرب جاء خاصة وللإحتي عاما عند بعض أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن القرب لا يكون إلا خاصة ولا يكون عاما وخاصا كالمعية، لأنها تكون عاما وخاصا، وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاصا، وهو نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. فالأول مثل قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب إجابة دعاء الداعي، وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب من السائل بالإجابة. ومثل ما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت اصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على انفسكم فانكم لا تدعون عصما ولا غائبا، ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، فهو قريب من الداعي، تدعون اقرب الى احدكم ايها الداعون، هو قريب من الداعي، وليس في انه قريب من كل احد. ومثله قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب المستغفرين التائبين. هذا النوع الثاني وهو قرب من العابدين بالإتابة، استغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس قريب من كل أحد. وهو كقوله سبحانه عن سعيد أنه قال: واستغفر ربك ثم توب إليه إن ربي رحيم ودود، هو رحيم ودود للمستغفرين التائبين، كما أنه قريب مجيب للعابدين وللسائلين. وأما قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب الملائكة، قرب العبد من الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه أيده بوقت تلقي الملائكة، فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائلا، يعني نحن أقرب إليه وقت تلقي المتلقيين، ولو كان أمر بقرب الله لم يقيد وقت تلقي الملائكة. ومثل قوله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال العلماء: المعنى الملائكة أقرب إلى قلب العبد من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
وذهب بعض العلماء إلى أن القرب يكون عاما خاصا، فالبعية يكون عاما خاصا، ومثل القرب الخاص مثل ما سبق ونحن فإذا ترك عبادي خليفين قريب وحرز أبي موسى. ومن القرب قرب العبد الذي سبق قوله تعالى فاسجد واقترب، فاسجد واقترب في الثالث قريب من الله، اسجد واقترب هذا في الثالث قريب من الله لأن العابد لله. ذهب آخر من أهل العلم أن القرب يكون عاما ويكون خاصا، وقالوا ومثلوا القرب العام بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا قرب الله، والمعنى نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. وقال بعضهم نحن أقرب إليه بالعلم والرؤية، وقال بعضهم بالعلم والرؤية والقدرة، وكذلك قالوا يقولوا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولكن المحققين في الشيخ الإسلام القيم قالوا إن القرب لا يأتي إلا خاصة ويأتي عامة، وأما القرب لا يأتي فهو قرب الملائكة. فهذا الحديث فيه، هذا الحديث القدسي فيه إثبات أن لله نفسه، وفيه إثبات المعية، وفيه إثبات القرب. و ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله، قرب العباد بالتقرب إليه، هذا يقر به جميع الطوائف، جميع ما يثبت العلو، ومن أنكر علو الله فهم ينكرون هذا القرب. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي يأتيك الهرياء. وقربه قال وقربه من العباد بتقربه إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك إنه تقرب به لقال الثانية أو لم يقول. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، وهذا تفسيره بحامس والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات أن لله نفسا حديث أبي هريرة قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ووجه الدلالة قوله فكتبه على نفسه فأثبت لله نفسه، كما أن الحديث في إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب، والحديث سبق في مبحث العلو، في مبحث العلو سبق ذكره المؤلف رحمه الله، قرأناه لو رجعنا إلى في حديث العلو هنا في سورة العلو ذكر هناك قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي وهو عنده فوق العرش. وهنا قال ذكر نفس الحديث لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هل ترون نفسيات الحديثين سواء ولا مختلف؟ مختلف. في الأول ساق هناك إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش، ما في فكتبه على نفسه. وهنا قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه. هناك استدل به على العلو وليس به فكتب على نفسه، هنا استدل به على إثبات النفس فكتب على نفسه. والمحقق رواه الشيخان هنا وهنا رواه البخاري، ولكن بعد البحث لم أجد كلمة فكتب على نفسه في الصحيح، بل ولا في السنة ولا في الكتب الستة كلمة فكتبه على نفسه. كيف المحقق يقول انه رواه البخاري رواه مسلم ولم
ولم ينبه على هذا ولم ينبه على هذه اللفظة. فهذه اللفظة ليست موجودة في الحديث إنما كما ساقه الأول كما ساقه المؤلف الأول إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش من رحل سبع غضبه. هنا أتى بزيادة فكتبه على نفسه. هذه الزيادة لم أجدها في الصحيحين ولا في السنن ولا في الكتب التسعة. وعلى هذا في سنن الحديث ليس فيه دليل في إثبات من الذي يحسن ويكتفى بالأدلة من الكتاب أن يحسن. نعم هذه الخطة على السؤال. وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه. وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية سترون ربكم عيانا. هي نعم. انتقل المؤلف رحمه الله الى اثبات صفه الرؤيه. وصفه الرؤيه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدعه وهي من العلامات الفارقه بين اهل السنه وبين اهل البدعه. قلت لكم ان هذه الصفات اشترى صفه العلو صفه الرؤيه وصفه الكلام. هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدعه وهي من العلامات الفارقه بين أهل السنة وأهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو صفة الكلام صفة الرؤية هذه الثلاث ينكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يسمون الرؤية لكن لا يسمون على رؤية يسمون رؤية تدرجها. الأشاعرة يقولون إن الله يرى لكن أين يرى؟ من فوق؟ يقولون لا. تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ لا في شيء. هذا معقول؟ ما يرى. ولهذا انكر جمهور العقلاء على الشاعرة وضحكوا منهم وقالوا كيف صفة الرؤية بدون مقابلة؟ ما في رؤية إلا مقابلة. الرؤية لا بد لها من مقابلة للمرأة. فكيف صفة الرؤية ولا تصفة المقابلة؟ قال هذا باطلا بدأ العقول تنتهي. لأن الشاعر الآن مذبذبين لأن الشاعر مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء. هم يريدون أن يكونوا مع أهل السنة في صفة الرؤية ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفس العلوم. فلم يستطيعوا تعسف الرؤية ولا قولهم. ولهذا ألزمهم سلط عليهم المعتزلة وأزموهم قالوا أنتم الآن مذهبكم مذبذب غير معقول غير متصور. فأنتم بين أحد الرجل إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية تكونوا أعداء لنا مثل أهل السنة وإما أن تكون الرؤية تكونوا أقل تكونوا معنا. أما أن تبقى هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام أثبته الأشاعرة لكن ما أثبته على وجه الكلام. يقولون هو المعنى القائم مثل العلم هذا حرف الكلام في نفسه كما أن العلم في نفسه أرسل في نفسه. كيف تكلم؟ كيف يعرف الكلام؟ قال اضطر جبريل اضطرار تفهم المعنى القائم بنفسه فتكلم في هذا القرآن. هذا الكلام كلام جبريل اضطره الله اضطرار تفهم ما في نفسه عبر عن شعر الله أشرف مع الله. ومنهم ما قال إنه اللي عبر عنه محمد لا جبريل ومنهم ما قال أخذه جبريل لأنه كمسوه. إذا ما تكون الكلام على وجه والعلوم الخلق تكون بهذا يتبين أن الرؤية ما أثبت هؤلاء طواعد السلف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. أجمع عليها السنة ولهذا قال المؤلف وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى فيها. قال رحمه الله أجمع أهل الحق
واتفق على التوحيد هم أهل السنة والجماعة، هم الصحابة، هم الرسل عليهم الصحابة والتابعون والعلماء وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، اتفقوا على إخوانهم أهل الحق وخالفهم أهل الباطل، أجمع على الحق واتفق على التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الأخر كما جاء في كتابه وصح رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقال له المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضبط من النظرة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالضبط إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها، فانظر تنظر إلى ربها في أطفالها. ووجه الدلالة أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل وعجاه بأداة الحياة الصريحة في نظر العين، وأخلاه قرينة تدل على خلاف الموضوع وحقيقة، تدل على أن المراد بها النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤلف رحمه الله اقتصر على آية، وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه، يقول تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء في تفسير المزيد أنه نظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء تفسيرها في صحيح مسلم لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه كلا انهم عن ربهم هم الا لتحجبون يعني كفار. قال الشافعي رحمه الله فلما سجد هؤلاء في السحر دل على انه يعني يرونهم في الامر، والا لو كان المؤمنون لا يرونه فتساوى الاعداء والاولياء، لما حجب الله الاعداء عن الرؤيه دل على ان الاولياء يرونه، ولو كان المؤمنون لا يرونه لتساووا هم الاعداء في الحج، ولكن الله حجب السحر فدل على المؤمنين يرون لا يحجبون كلا انهم عن ربهم هم الا لتحجبون ولا فيهم رؤيه المؤمنين. المؤلف اقتصر على ايه واحده، واما الاحاديث فهي متواتره كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال ان الحلم متواتر رواها من الصحابه نحو 30 نسبه في الصحاح والسنن والمسانيد، فهي متواترة. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد، ورواه الخزيمة ايضا في كتاب التوحيد، ورواه عبد الله بن احمد في كتاب السنه، وفيه ان المؤمنين يرون ربهم كرؤيته من القمر، وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرء بالمرء، والمعنى انكم ترون ربكم رؤيه واضحه كما ترون القمر ليله البدر رؤيه واضحه، وليس المرء تشبيه الله بالقمر، الله تعالى لا يشبه احد من خلقه، بل المرء تشبيه الرؤيه بالرؤيه، ولذلك العلماء الحديث في تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا المرء بالمرء، وقوله لا تضامون يرى بالتخفيف اي لا يحق ضيم في رؤيته كما يحق الناس عند رؤية الشيء، لأنه قد يلحقهم غيث في طلب رؤيته، وقيل لا تضامون بالتشبيه أي لا يضم بعضكم إلى بعض. أما الأشاعرة الذين أنكروا في العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفي العلو مع إثبات الرؤية، فيفسروا تضامون بالتشبيه لأن معناه لا تتضامون في رؤيته
بالاجتماع في جهة، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كل جهة وغير تعالى عن الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في بعضها قال ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها الحق، هذا حديث صريح في هذا، ومع صراحته لا أنكر أهل البدع. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ما هي؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب صلاة العصر. فيه الحث على العناية بهاتين الصلاتين، زيادة العناية رابطين السنة، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله الجنة، ولهذا تم أشعر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروب فافعلوا، فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية تكرم ربك الحيان يعني معايا مواجهة. نعم. قال رحمه الله وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروا، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب. في مستثناء يكشف. قال فيكشف الحجاب. نعم. فيكشف الحجاب. فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. نعم. هذا حديث صحيح. وهذا مسلم صحيح. فيه الفرق كل سنه الى ربهم عز وجل، وفيه تفسير الايه تفسير زياده في انها الرؤيه، هذا مما فسر فيه السنه الكتاب العزيز، فسر الحديث بقول الذين احسن الحسنى والزياده النظر الى الجنه، فالحسن الحسنى هي الجنه والزياده النظر الى للذين احسنوا الحسنى للذين احسنوا الذين احسنوا هم المؤمنون الذين احسنوا في عباده الله وأحسنوا إلى الخلق، لهم الحسنى وهي الجنة ولهم زيادة هي فضل العبد لله الكريم. إذا دخل أهل الجنة في الجنة نودوا يا أهل إن لكم عند الله موعدا لم تروه، وفي رواية يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. هذا في دليل على ان رؤيه الله عز وجل اعظم نعيم يعطاه الله الجنه، حتى انهم ينسون ما هم فيه من النعيم، ينسون ما هم فيه من نعيم الجنه عند رؤيه الله، وهذا يدل على انه لا يراه احد في الدنيا، هذا يؤيد القول الصحيح ان الله تعالى لا يراه احد في الدنيا، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه احد في الدنيا، لانها نعيم الذكرى المؤمن في الجنه، رؤيه الله نعيم الذكرى المؤمن في الجنه، فلا يراه احد في الدنيا لا الرسل ولا غيره، ولان البشر الناس او الخلق لا يستطيعون الثبات رؤيه الله لبشريه ضعيفه في الدنيا. نعم. وقال مالك بن انس رضي الله عنه الناس ينظرون الى الله تعالى باعينهم يوم القيامه. نعم. هذا دليل من الاثار أقوال السلف والإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام مشهور، يقول الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة، فقرأوا الأجود في كتاب الشريعة. نعم. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، قالوا كلهم يقولون في مقال الإمام مالك الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة، وصل هذا الرد على المعتزلة. المعتزلة يقولون يفسرون الرؤية بالعلم، ينظرون إلى الله يعني يعلمون الله في قلوبهم،
ويقولون بعد قوله انكم ستر ربكم كما ترون القمر فتعلمون ربكم كما تعلمون عن القمر الحرام. فهذا من افضل الباطل. والاشاعره يفسرون الرؤيه بغير جهه، ومنهم من الاشاعره من رافق المعتدين وقال ان المراد في الرؤيه زياده العلم في القلب. هذا باطل. نعم. وقال احمد بن حنبل من قال ان الله لا يرى في الاخره فهو كافر. نعم. هذا فيه من السلف كفروا من انكر الرؤيه انه كافر، قال الله يرى في الاخره فهو كافر. هذا قول عن السلف، والتكفير منه على العلوم. قال من انكر رؤيه الله فهو كافر، من قال القران مخلوق فهو كافر. اما الشخص المعين فلا يكفر حتى يقرا عليه الشخص، حتى توجد الشروط وتنتهي الموانع. فلان ابن فلان ما يكفر الا اذا وجدت الشروط وتنتهي الموانع. لكن على العموم يقال من انكر رؤيه الله فهو كافر، من قال القران مخلوق فهو كافر، وهكذا. لكن الشخص المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجه عليه وبعد وجود الشروط وانتهاء الموانع، لأن الشخص المعين لا يدرون حاله، قد يكون دخل في الإسلام من جديد، قد يكون ما بلغ من الأدلة، قد يكون عنده شبهة ولو أزيلت لا رجع، قد يكون قال قولا مجملا. الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه إلى وجد الشروط وثلاث الموانع. لكن على العموم نعم، كما قال الإمام أحمد من قال عند الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا. من ترك الصلاة فهو كافر. لكن المعين لا بد من كم في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نبدأها بسؤال مرض من السجن من أحد الأخوات. تقول لأن عليها كفارة قيام شهرين متتابعين وهي حامل في الشهر الخامس، هل تصوم الشهرين أم تنتظر حتى تلد ثم تصوم، وهي خائفة أن يضارسها الموت وهي لم تصوم؟ وتقول في آخر سؤالها هل يغفر الله لي كبيرتي وأنا تائبة ونادمة عما فعلت؟ أذكرني أما في أمهار فإن كانت تستطيع الصوم فإن ينبغي أن تبال، وإن كان يشق على الصوم فإن معذورة تنتظر بعد الولادة ثم تصوم شهرين متتابعين. واما خوفها من الذنب فاذا تاب توبه النصوح فان الله يتوب عليه. السائل من الذنب كمن لا ذنب له. الله تعالى في الكتاب العظيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقربوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اجمع العلماء على ان هذه الايه السائلين، لان الله عمل وعمل. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقربوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني التائب حتى الشرك ما يتاب الله عليه، اذا تاب التوبه النصوح الخالصه تكون التوبه لله لا رياء ولا سمع ولا لاجل الدنيا، وتكون ويكون الانسان اقلع عن المعصيه وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على ان لا يعود الى المعصيه ورد المظلم الى اهله ان كان بينه وبين الله. وكانت التوبه قبل الموت، قبل نزول العذاب وقبل بلوغ الرسل الى الحقوق وقبل طلوع الشمس المغرب الى داخل الزمان، اين توبة المذكور مقبولة من اي ذنب كان فانتظر الله. نعم. وردت زهرة بيد الله عز وجل في القرآن مفردة ومثناة وجمعا، بعض اهل العلم وردت زهرة بيد مفردة ومثناة وجمع، بعض اهل العلم حملوا لفظة الجمع في اليد على غير ظاهرها، والله عز وجل أثبت على غير ظاهرها. نعم. والله عز وجل أثبت الجميع في القرآن، فلماذا نحدد أنها يدان ولا نقول أننا نثبت اليد من غير أن نحدد العدد؟ أنا أتكلم أبين هذا في أثناء الكلام الذي كان السائل ما انتبه، ولو رجع لوجد السلام موضح. الذي جاء في صيغة الجمع ليست منتفعة، الله تعالى وصل أعبدانها بأي جن، وهذه من آل يعيد مصر، آل يعيد الأيدة من القوة، ولأن الله أضافها إلى نفس صيغة الجمع، يعني التعبد من قول قدري بأعيننا، ما يقال لله يا أعين، هذه صيغة الجمع، نعم،
بخلاف اليد فإذا أضيفت إلى الله ضمير الإفراد دل على أنها كفر، بل يداه فتنة خلقت بيدي فتنة، أما بيدي فرأت بيدي وفي فأبراد جنس اليد أبراد جنس ينفق بيده الله تبارك الذي بيده الملك والله على كل شيء في صفات ذات الله وما بين جنس. والآية التي فيها الفتنة فإياك أن لله يدان فاليداه يديه أما بأيديهم هل يفتن الله وإنما هي مصر هذا يعيد أيضا. نعم. قلتم أحسن الله إليكم في الدرس الماضي أن سؤال الصفة الحرام، ولكن سؤال الله بالصفة لا شيء فيه، مثل اللهم إني أسألك برحمتك وعزتك، فما الفرق؟ ما أقول ما في اشتباه حتى يكون فما الفرق، ما في اشتباه لا يوجد اشتباه. سؤال صفة ينادي تنادي الصفة يقول يا وجه الله يا قدرة الله انقذني يا رحمة الله يخاطب الله بصفة الأنثى هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز الله قال صفة ثمن وكفر. أما التوسل بصفات الله فأنت تسأل الله لتجعل الوسيلة صفات الله، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الأكرم، هل هذا يشتبه؟ كيف يقول الشيء قبل الفرق؟ ما في اشتباه حتى يقبل الفرق. هذا الذي ينادي الصفة يقول يا رحمة الله القليل يا قدرة الله الكريم، هذا يخاطب كان يخاطب كان فصل الصفة هذا الله يخاطب في خطاب العلم يا رحمة الله، والله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الرب هو بذاته وصفاته وأسمائه. أما الذي يتوسل إلى الله يسر وصفاته هذا لا يسر تواصل إلى المطاعم يخاطب يا الله الختام لمن؟ إلا أسألك بأي شيء في أسمائك الحسنى وصفاتك أسألك بإيماني أسألك بعمل الصالح هذا لا يشتبه مع هذا حتى يقدم الفرق. نعم ينبغي الإسلام أن يتعمد. نعم قد لا يقول الفرق. نعم يقول أحسن الله إليكم ثبت في الحديث وكلتا يديه يمين، وعندنا بعض العادات إذا قدم للشخص في الشمال قال شمالك يمين، فهل هذا جائز؟ لا ليس بالصحيح، شمال اليمين غلط غير صحيح، شمال الشمال يمين يمين هذا له وقت خاص كلتا يديه يمين. فإذا بعض الناس بعض العامة إذا أعطيت شيء أو مدح إذا صار على المحرم شمالك يمين شمال يمين يعني يبرر هذا الموضوع يبرر العمل هذا الغلط. إذا خلي يد اليمنى للأخذ الأعضاء بعض الناس يعطيك يده الشمال فتأخذ يأخذها ويقول لها شمالك يمين كان غلط كل هي أخي ما أخذ يده ما أخذ يده في علمه الأداء إذا أعطيك يده اليسرى لا أخذ الشمال قل يا أخي أعطني يمين وهذا أحدث حصل مرت بعض البقالات لما أعطيه للشرب يعني ما أحد في رسمي فيقول لك الله خيرا أنا ظلمت ولا تفعل أما أقول لك احتمال كمين أنا تبريد تبريد الغلط غلط غلطة كيف تبريد الغلط بشمال كمين ليش التبريد شمال وشمال يعمل يمين هلا لله عز وجل الله قال وكلتا يديه يمين في حديث وكلتا يديه ربي يمين وبعث يعني كلتا يديه يمين في الطول والشرع والوجود وعدم النقص والضعف بخلاف الآدم فإن الشمال فيه نقص وفيه ضعف أما الرب فلا يحق بيديه نقص وضعف كيف إلى اليمين في القوة والفضل والشرف والحرم وإلا فله يمين وشمال سبحانه كما جاء المسلم بإثبات الشمال وقال بعض أهل العلم إنها بإثبات الشمال لله طعن في ورقات في مسلم وقال يتفرد لها بعض الرواة بعض أهل العلم يقول كيف يديه السمع يمين ومنهم مقال قلت يديه يمين يعني في الشرف والكرم والفضل وعدم النقص ولكن الاخرى سمع شمال كما جاء في الصحيح. نعم اسئله كثيره حول حديث احتجاج ادم وموسى اول سؤال فيها غدر موسى عليه السلام قوله تعالى وعصى ادم ربه فغوى هل ذكرها على انها ايه من كتاب الله تعالى وهو القران الكريم مع انه لم ينزل بعد؟ لا ادم آدم يقول لموسى فهذا في كتاب الله يعني التوراة كتاب الله مو مقصود القرآن يعني موجود هذا في التوراة وفي القرآن قال وجدت في كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليك وعصى آدم ربه وغوى وقال نعم ليس المراد في القرآن يعني خاطب موسى يخاطبه في كتاب الله الذي أنزل عليه
هذا موصف كتاب الله فيه، كتاب الله فيه ما الكتب التي انزلها الله على انبياء كلها كتاب الله، تورات كتاب الله والانجيل كتاب الله والزبور كتاب الله والقران كتاب الله، مراد ادم كتاب الله يعني التوراه التي انزلها الله عليه. هل وجدت هذا؟ قال نعم. تحج عليه فقال انا غلبه قال له بالكتب. نعم. هل التوراه هي الالواح التي القاها موسى عليه السلام؟ كيف؟ هل التوراه هي الالواح التي القاها موسى؟ التوراه انما انزلها الله بعد ادراك التلاوه بعد هلاك التلاوه، فالله قال ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى وصائر للناس وهدى ورحمه للعالم بالكتاب، ولم يهلك الله امه بهلاك العام بعد نزول التوراه، فنزول التوراه رفع العذاب العام، فدل هذا على ان الالواح هذا قبل نزول التوراه، الله تعالى انزل على ابراهيم صحف ونلقى صحف، ان هذا الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى غير التوراه، التوراه انما يجب ان ذلك، والتوراه والالواح التي كتبها الله، التوراه التي انزلها الله على الالواح على موسى، ولما فلا إنما كان هذا بعد أن عبد ابن أسفل العجل، وكان هذا بعد هلاك فرعون، فجاء لما جاء موسى عليه السلام ووجد أنهم يعبدون العجل أخبره الله قبل ذلك أنهم يعبدون العجل، قال إن فقدتهن فضلا بعد لما ذهب الله لميقاتل موسى واستخلف أخاه هارون وهو نبي مثله، قال اخلفني في قومي وأخف ولا تتبع في المرسلين، فجاء السامري فصنع لهم من الحليب عجلا جسدا من الطوار، وقال هذا الهكم الى موسى فنسي، فعبدوا ونهاهم هارون ومنعهم فلم يقبلوا كلامه وارادوا قتله، وقالوا لا لن نبرح على عاتبه حتى نرجع الى موسى، فما نبرح حتى ياتي موسى. موسى ذهب لمئات ربها 40 ليله فاخبره الله قال انك تتسنى قومك بل يطاولنهم السمين، فلما جاء موسى وجه معمول العدو غضب غضب شديد وألقى الألواح تفتخر بشدة الغضب، وهذا فيه دليل على أنه ليس من رأى كالمصدر، في الأول أخبره الله عن معمول العدو لكن ما غضب عن الغضب الشديد لما رآهم بعينه يعني العدو، والله تعالى عفى عنه جميعا الغضب أن غضبان معقول عنه، وقال الألواح وفيها كلام الله حتى تفتخر بشدة الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون هو نبي كريم مثله جره براسه ولحيته، فكيف تترك معبود العجل؟ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولا تقول قولي، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونه، يقول هذا ما قصر لكن ما قبلوا منه، لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونه، فصحهم ما لكن ارادوا قتله، وقال يا ابن الام من باب الشطاط، إذا هو أخوه يأبه أمي، لكن باب الشطاط طريق الأم لا تأخذ بلحتي ولا بلحتي، أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فهذا يحسب أن التوراة لأن هذا بعد عبادة العجل بعد نزول بعد إغراق فرعون، فيحسب رضي الله عنه أنها التوراة لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون، وهذا بعد هلاك فرعون عبد العجل، والله تعالى عفى عنه لأنه كان عنده له منزل عند الله، لأن إلقاء الألواح وفيها كلام الله حتى تكسر هذا لو كان مع الشعور كان لم، لكن الله عفى عنه أعطونا من اشتد غضبه ولم يكن معه شعور هذا معفو عنه، عفى الله عن موسى. ومن أيضا من فوائد هذه المناسبة أحب أن أفيدكم هذه الفائدة، وهو أن الصوفية الآن الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود وهم منتشرون الآن، ربما الإخوان الذين في الشبكة في بلادهم يعلمون هذا، وكذلك بعض الإخوان الموجودين هنا يعلمون أن الصوفية طبقات وفرق متعددة، وفي كل بلد تجد
عدد من فرق الصوفية، وكل فرقة لهم شيخ، وهذه الفرق كلها تقود إلى النار، منها تجانية والقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها طرق توصل إلى النار، وأغلبها طرق كفرية. تجد في البلد الواحد أكثر قبيلة 100 فرقة، تجد في مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي كل مكان، في سوريا وفي كل مكان، كل بلد بعد هذه البلاد تجد فيها فرق كفرية. كلها تقولون بعضهم أو الصوفية تفاوتهم، بعضهم يصل إلى القول بوحدة الوجود، يصل إلى القول بوحدة الوجود، يعني يقول الوجود واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب. حتى قال رؤسائه ابن عربي وعشته فيه، الله الله العبد ربه والرب عبده، يا ليت الشعري من المتكلم، إن قلت ربه فذاك عبد، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد إن قلت عبد فذاك بيته، أو قلت رب أن يحل. يقول ما اختلط على الله، ما يدري ما هو، يقول أنت الرب وأنت عبد، أنت الرب وأنت عبد، والوجود واحد. ويقول لما قيل رب مالك وعبد مالك وأنتم لا، والعبد سقط وكفر الله، أعوذ بالله. هذا يحدث الوجود أعظم ما في كفر الله، كفر كل كافر جزء من كفر الله. إذا كان مشبه كفار من مشبه الله بخلقه، فكيف نقول إن الله هو الخالق جميعا؟ إذا كان المشبهة الحلولية التي أن الله حل في المخلوقات كفار، وكان أهل الحق يقولوا كيف يكون الرب حال في بطون السباع وأجواء الطيور، فكيف من يقول إن الله هو نفس السباع ونفس البطون ونفس الأجواء؟ هؤلاء أعظم من نفسهم ملاحدة، يرون أن الملاحدة يرون أن الوجود واحد، ما هو بين الرب وبين الأرض. ومنه ابن عربي، ابن عربي هذا ليس له وجود وله مؤلفات، له مؤلفات، لو كتبت ما كتب الهو يقول الذكر هو فما كتب الهو، لو كتاب الفقهات المكية ولو كتاب خصوص الشتاء يعرض فيها القرآن، قص مثلا قصة قوم لوط، قصة قوم هود، قصة موسى مع فرعون، قص. وقال على هذه الآية، هذا الشاهد اللي عرفنا في الهو، انظروا والعياذ بالله، يقول إن فرعون حينما قال أنا رب السماوات مصيب، مصيب لأن وجود واحد، ويقول إن الله نعوذ بالله إن سيتمثل، يعني يقول الرب يتجلى في صورة معبود، في صورة معبود، فما يتجلى في صورة فرعون معبود، ويتجلى في صورة هذه كما في صورة بكر، وهو واحد. ففرعون يقول ابن عربي مصيب حينما قال أنا رب العالمين، لأنه وجود واحد والرب هو العبد. ويقول إن كل من عبد شيئا من دون الله، كل من عبد شيئا هو مصيب، فليعبد النار مصيب، وليعبد العبد مصيب، وليعبد كل شيء مصيب، والكفر إنه هو مصيب الذي يخص الشيء، ويقول لا يعبد إلا هذا، هذا كافر عنه، والعياذ بالله. وابن عربي حينما جاء قصة قوم لوط، حينما جرى موسى هارون بلحيته، ماذا تظن سيقول تفسير الآية؟ يقول إن موسى جرها هارون، أخذه برأسه ولحيته، يقول ليه؟ لماذا تنكر عليهم عبادة العجل؟ هم على حق، لا تنكر عليهم عبادة العجل، هم على حق الآن، فكيف تنكر عليهم وهم على حق؟ ويقول إن موسى إن فرعون أغرق، لماذا أغرق؟ أغرق تطهيرا له حتى يزول الشفاء والوهم، يعني فرعون يتوهم انه هو الرب، الناس كلهم ارضى، فلما تبين فلما غنى في جهله انه هو الرب وحده اغرق تطهيرا له حتى يزول الوهم والحسبان، هذا تطهير لفرعون حتى يزول وهمه وحسبانه انه عبوديه خاصه بالامر، وكل الناس كلهم وكل العالم، فانت مثل اللي عنك يا فرعون اغرق تطهيرا لحتى يزول الحسبان والوهم. أقصد من هذا تعلمون أن الصوفية الملاحدة من أكثر خلق الله، وأنهم طوائف ومنهم وحي خلق، هذا مذهب الصوفية، وهم موجودون الآن في كل مكان، والإخوان يعلمون هذا، كثير من الإخوان الواقفين أهل البلد يعلمون هذا، والإخوان اللي في الشبكة أيضا يسمعون يعلمون هذا، أهل وحدة الوجود هم أكثر منه، وهذا مذهب يقول وجود واحد، وفرعون مصيب، وموسى ذر هارون ينكر عليه انكره إن شاء الله على بني إسرائيل أسأل الله السلامة والعافية. نعم.
مبارك يقول كيف علم آدم وموسى أن تلك المعصية قدرها الله عليه قبل 40 سنة؟ لأنه لما سأله فبكم وجدت في كتاب الله؟ قال 40 سنة. هل أطلع على اللوح المحفوظ؟ قلنا إن هذا قدر، قدر هذا ليس مأخوذ من اللوح المحفوظ، هذا قدر قبل أن يخلقنا 40 سنة. يعني آدم موسى، آدم قال لموسى كم سنة جت مكتوبا عليه وعصى آدم ربه، وقال وجدت في كتاب الله قبل 40 سنة، يعني في التوراة التي وفي الكتاب الذي أنزل الله على موسى فيه أن أنه مكتوب على آدم قبل أن يخلق 40 سنة وعصى آدم ربه. كيف قال انه يطلع على الاسلاف المحفوظ؟ هذا قدر ماخوذ من القدر الشرعي، هذا قدر ماخوذ قبل خلق ادم ب 40 سنة، واللوح المحفوظ متى مكتوب؟ قبل خلق السماوات ب 50 سنة. هذا قدر ماخوذ من اللوح المحفوظ، كتب في كتاب الذي جمعه على موسى ان ادم مكتوب عليه انه يعصي الله قبل ان يخلق ب 40 سنة وعصى ادم ربه. نعم. السلام عليكم. اخر سؤال وصل من المانيا من احد الاخوه المسلمين عبر الشبكه. قلت لاحد الاخوه الله يهديك ان شاء الله، قال بدون ان تقول ان شاء الله الله يهديك، قال قلت لاحد الاخوه الله يهديك ان شاء الله، قال بدون ان تقول ان شاء الله بل اعزم في الدعاء، كيف نحن نقول للمريض لا باس الطهور ان شاء الله؟ نعم هو مصيب وتعجب، لا تقول ان شاء الله الطيب والله يهديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احد الاخوه اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اغفر لي، ليعزم المساله فإن الله لا مكره له، هذا مصيب لا شك هذا مصيب، لأن أن تجعل لم تزمن هذا لا تطيب، ولأن إن شاء الله إن في جانب غير محتاج إلى هذا الدعاء، الله مغفر لي الذنب إن شئت الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي لا تغفر لي حاجة، هذا غلط تجزم يعزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا تقل إن شئت ولا تقل إن شاء الله، والله يهديك ما تقل إن شاء الله، أما قول المريض طهور إن شاء الله هذا من باب الخوف ليس من باب الإنشاء. نعم صدق الله جل وعلا، ثبت الله جل وعلا الهدى، صلى الله عليه وسلم.